شكرا كثير سيدي منى، اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. شو عم تطلعي فيه؟ ما عم تطلعي فيه ليه؟ هو مين عم يحكي؟ او اذا هو عم يحكي. طيب انا بغار على فكره، يعني شقيقي ما شاء الله عندك الحقيقه، عندك مكتبه كبيره بعالمك الفني من مسرح وسينما وتلفزيون واذاعه وكله. كيف لحقتي تعملي هذا الكم وانت لم تبلغي 30 بعد؟ والله أنا لأني أمثل منذ أن ولدتني أمي فلحقت، يعني من كان عمري شهر واحد بمثل خلاص. يعني أنت بتطبع وبتمضي على أني أنا 30 بس. بالتأكيد بالتأكيد، هو العمر جد، والله هو العمر عمر هون. الشباب هو الشباب، هو شباب القلب. وقديش واحد بيحب الحياة وقديش بيكرهها. في بعض الأحيان بنلاقي طفل بنقول عنه حرام ختيار، كرهان الحياة وعم يشتغل بالشوارع إلى آخره، بتحسيه عجوز الحقيقة. ست منى، شو بتحفظي بوجدانك عن الراحل مصطفى العقاد؟ كل شيء. يعني كيف بدي اقول لك، انا بالنسبه لي العقاد، انت بتعرف يعني طبعا الاستاذ مصطفى العقاد كان يعني المميز بحياتي، مو بس لاني انا عملت فيلم الرساله، المميز لاني تعرفت على رجل الاحلام الكبيره. انا كنت دائما اقول وقت احلم، لا احلمي على قدك، فكري على قدك، موقعك هون. يعني كنت طموحة ولكن دايما كان في شيء يكبح. لما تعرفت على العقاد كيف كان مثل قيصر عم يحكم بهالبشر، يعني لأنه كان قيادي جدا، وكان الفيلم بتعرف أنت الرسالة كان من نسختين، يعني كان في حوالي 2,000-3,000 زلمة يعني هو عم يقودهم. كنت أقول أطلع فيه هو عم يحكي، أقول هذا من عنا عربي، من عنا. نعم. مو بس عربي، من عنا، من يعني من عنا، من سوريا، من يعني بتحس انت احيانا بهذا الانتماء لشخص ناجح. يعني ما بعرف شو بتفخري فيه. بفخر كثير وبقول يعني انا يمكن محظوظة جدا جدا اني انا عشت سنة بفيلم الرسالة. لما انتقاك للرسالة شكل لك هذا مفاجأة غير متوقعة؟ اي ما صدقت انا، لأن دقولي تليفون قالوا لي مخرج سينمائي من هوليود جاي يشوفك، وأنا زوجي الله يرحمه كان مخرج سينمائي وما كان ياخذني غير لأدوار تانية أو ثالثة، فما توقعت إطلاقا يعني. فلما رحت على النقابة رحت على أساس أني أنا عم يضحكوا علي بصراحة، فكرت مسحة. فتت ولقيته قاعد بغرفة النقيب ومعه واحد تاني إيه، ومعه هالبايب هيك وقاعد وحاطت نسختين للفيلم، ما عرفت شو هدول صور. طلع فيني هيك اول، هو كمان تعرف انت عنده هيك ابتسامه خبيثه وكذا، بتفكر انه عم يتمسخر عليك. قال لي ليش عاملي شعرك اشقر؟ انا وصفوا لي اياكي بمصر انك انت سمره طويله كذا. قلت له والله عملت شعري اشقر مشان يشغلوني بالسينما. عم تفاجأ هو، تفاجأ كثير كثير. قال لي طب ممكن تشوف الصور؟ شفت الصور، لقيت صور ممثلين مصريين مشهورين، وبالألبوم الثاني صور فنانين هوليوود المشهورين. قلت له نعم. قال لي بدنا نصورك ونحط لك صورة هون. ضليت حاسة انه هو عم يضحك علي، لحتى الله يطول عمره الأستاذ هاني الروماني الله يرحمه، شكيب غنام، أستاذ شكيب غنام، أخذوه على التلفزيون وورجوا عمل إلي، أميرة فارسية وأميرة عربية سعدة بنت زيناتي خليفة. لما رجع على النقابة وشافني حسيت أنا بطريقة نظرته إلي أنه شاف شيء عجبه. هي دي أنا قاله، بس قال لي بدي إياك تتصوري لا تقري، لأنه هو كان طالب أقرأ. قال لي بس بدي إياك تتصوري. صوروني وحصل ما حصل الحمد لله. الفيلم انعمل نسختين، نسخة عربي ونسخة انجليزي. نعم. فيلم الرسالة انت لعبتي النسخة العربي. نعم. وإيرين باباس النسخة الانجليزي اليونانية عملت. نعم. نسخة الانجليزي. نعم. شو اخذتي من إيرين باباس؟ شو اخذت منك؟ كنتوا تتعلموا من بعض؟ لا لا، شوف لك، انا بالنسبه لي إيرين باباس اولا هي نجمه مشهوره كثير وممثله كبيره ومناضله سياسيه. صحيح. يعني انا رايحه وخايفه انه عرفاني انا مين بالنسبه لي، هي يعني بطلة النسخه الاجنبيه. لا. هي ما بتعرفني
نعم. ما بتعرف عني أي شيء، بس العقاد حطهم بصورة أنه أنا والله يرحمه عبد الله غيث من الممثلين المهمين بالوطن العربي، يعني هو حاول يخوفهم ويحطهم يعني بنوع أنه نحن على نفس المستوى. وعملنا حفلة عشاء وتعرفنا، وبعدين أول يوم تصويرية صورت. ومقابلكم مقابلك ومقابل أستاذ الله الله يرحمه أنتوني كوين وعبد الله غيث. صوروا هن أول الكل وبعدين أنا صورت. أنا ما بقدر أقول لك أنه هي أخذت مني شيء، لأنه هي ممثلة مسرح كمان، مو أنا كمان ممثلة مسرح، وهي بتعرف شكسبير وبتعرف التراجيديا طبعا. كل الوقت عم نشوف مشهد واحد بس ما شفنا فيه بعض، هو اللي بقول فيه حمزة يا قاتل الأسود، حمزة يا قاتل أبي وأمي وعمي وأخي وأبي سأمزقك، هذا المشهد الوحيد اللي نحن اثنين ما شفنا بعضنا فيه إطلاقاً. ما بعرف ليش إطلاقاً. العقاد لأنه كل واحد أخذ تصوراته إلى على المشهد. أما باقي المشاهد شفنا بعضنا. أنا ما يعني بعرف إيه، ما أخذت شيء من أخذت بقاس. أنا تعلمت منها التواضع. أخذت منها قالت لي أنه أخذ منها 100 درهم يوني حرام عليك 100 درهم أكثر من 100 درهم 100 دولار قولي مشان ينحكى فيه. أنا بعرف أختك قالت لي أنه بس منى تكون غضبانة بتكسر صحون، تعلمتها من إيرين باباس باليونان. يا حياتي والله يا قال أنا بحياتي ما كسرت صحن إلا غص من عني. لا لا قالت لي كل أسبوع بننزل على السوق نشتري زيت صحون جديدة. قام بالأخير قال جبت لك صحون ألمنيوم ما تنكسر صح ولا؟ وأولا مو صح، هاي دسيسة. طيب دسيسة من الأعلى. كيف تغضبي بالبيت جد؟ كيف يعني بتعبري أو بتنفسي؟ لأنه لا أقول لك، بيقولوا أنه الإنسان مثل طنجرة الضغط، إذا ما نفس بينفجر، فبيغضب لازم ينفس غضبه بشيء ما. طب اقول لك شو، هو يصرخ ويقتل ويكسر. اقول لك شو انا بعمل؟ ايه ايه، انا ما بحب اخذ الادوار الضعيفه وانا عم مثل، وبفرغ كل الطاقه والشحنه اللي عندي بالتمثيل بالادوار القويه. هي اولا. نعم. لازم تعرف انه شحنه الغضب في داخلي دائما في التمثيل. بالحياه انا اذا بغضب بكبت ألمي، بكبته بكبت غضبي، يمكن بينفجر شي يوم. إيه؟ ما بعرف. إيه؟ بس أنا ما وصلت لمرحلة يوم من الأيام من الغضب اللي بيخليني ما أشوف بعيوني، بس أنا وصلت لحزن بيخليني ما أشوف بعيوني. هذا كل واحد فينا ممكن، بس أنا ما غضبت. يعني ما بشكر ربي لأني أنا ممثلة، كل الأدوار اللي لعبتها فيهم غضب فيهم شر، فك يعني بفرغ يعني كل شيء. يعني وبجي على البيت يعني مسألة الغضب بتمثلي على حالك كمان؟ لا ما بمثل على حالي، لا بمثل بالحياة، بمثل بالتمثيل. ما بتعملي شيء أبدا؟ كله بفرغه بالتمثيل. الباب مثلا تسكريه هيك؟ مثلا لا بقفله بتعملي له وخبط لا وخبط. ما بخبط.